السلام عليكم. انا بنت هذا السيد محمد شكري، هو فنان وممثل مسرحي اللي عطى كثير للفن والمسرح. الاب ديالي 4 سنين هو كيعاني من التليف الرئوي اللي ما خلينا فين مشينا به عند الاطباء، كان في المستشفى العسكري وما خلينا فين مشينا به، واخا هكاك ما تعالش. كيف كتشوفوا الاب ديالي تصاب بهذا المرض؟ الحمد لله على ما عطانا الله، ولكن ما كرهناش يتعالج، ما كرهناش حتى حنايا نعيشوا معاه بحال كي كيعيشوا الابناء الاخرين مع الاباء ديالهم. يعني مسكين ولينا كنشوفوا بحال هكا، كل نهار كنتعذبوا، كل نهار كنتالموا، ما لقيناش ليه الجهد، كل لقينا بحال هكا غير اللي يتعاون معاه باش غير يتعالج. حنا ما بغينا حتى حاجه، حنا بغينا غير يتعالج هو ويولي لاباس، هذه هي اهم حاجه. بحال هكا كنشوف غير من لاباغي دوكسيجين اللي كيدير، وهذا الا غير تقطع الضوء، ابسط حاجه كيتقطع غير الضوء، كنا بحال ما عرفت شنو عندنا، بحال كنا مرض زعما لا اله الا الله وصافي. حنا دابا اللي كنطالبوا به هو الاب ديالي يتعالج، حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا غير يتعالج ويولي لاباس ويرجع لصحيحته صافي. هادشي اللي كنتمنى، ما بقى كيزورو حتى شي حد والو. الفنانه صحابو وهذا شحال كان كيسافر معاهم، كانوا كيمثلوا وهذا ولكن ما بقينا شفنا حتى شي واحد منهم. الطلب ديالي هو يتعالج بابا، انا ما بغيت حتى حاجه، بغينا نشوفه غير هو يولي لاباس ويولي بخير. كنطالب من جلاله الملك يشوف فيه ويحن عليه، حنا بغينا غير يتعالج، حنا ما بغينا حتى حاجه، ما كنطلبوا حتى حاجه، بغينا غير يولي لاباس وترجع ليه صحيحته.